مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من فطارك عندنا، بس انا بقى مش لوحدي المرة دي. انا منوراني في الاستوديو في المطبخ، يعني بنوتة كلكم بتحبوها وبتحبوا الكونتنت بتاعها قوي، كنزي مدبولي. ازيك يا كنزي؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ كله تمام. انت منورة المطبخ ومنورة الدنيا كلها. والله ده نورك، وانا فان كبيرة للبرنامج بتاعك، مبسوطة قوي اني موجودة النهاردة. حبيبتي حبيبتي، انا دلوقتي مبسوطه قوي ان كنزي معايا. كنزي هتساعدني في شويه تيبس كده. انا عارفه ان هي يعني ان شاء الله هتبقى عروسه جديده، فاحنا ايه جايبينك يا كنزي عشان تعرفي تطبخي، علشان يلا عروسه شطوره. طيب الاول، انا قبل ما نبدا اي حاجه، وهنرغي كتير قوي مع بعض في حاجات كتير قوي، بس خليني اقول لكم احنا هنعمل اكل ايه النهارده. هنعمل كوسه بالبشاميل. عندنا طبعا مكونات الكوسه بالبشاميل كلها، عندنا كوسه متقطعه شرايح بسيطه كده خفيفه، وعندنا بصل، عندنا اللحمة المفرومة اللي هتتعصق لسه على النار، عندنا جبنة موتزاريلا عشان نحطها من فوق الوش، وفي دقيق وزبدة وصلصة علشان برضو نحطها مع اللحمة المفرومة، ملح وفلفل وورق لورا أو ورق لوري على حسب انتوا بتقولوها ازاي، وبصل وكريمة ولبن. ده بالنسبة للكوسة بالبشاميل، كده احنا خلصناها. بالنسبة بقى الرز، رز أبيض عادي جدا، رز وملح وفلفل وزبدة من غير أي حاجة. نيجي بقى للحاجة الحلوة، عندنا كل أنواع الفاكهة اللي ممكن تتخيلوها، عندنا برتقان، فراولة، تفاح، موز، كيوي، كل حاجة ممكن تتخيلوها، وزيادة عليهم بقى زبادي وآيس كريم وعسل وفانيليا. هنعمل كده طبق كبير فروت سالد، طبق حلو قوي يغذيكوا كده بعد الفطار، تقدروا انتوا تاكلوا منه من غير اي تخن، من غير اي مشاكل، يدي لجسمكوا السكر اللي انتوا محتاجينه. طيب احنا كده خلصنا مقادير كل حاجه، وقاعدين بقى مع بعض هنقعد بقى نرغي ونتكلم في حاجات كتير قوي. كنزي مش بس كونتنت كرييتر، يعني ما شاء الله عليها، معروفه وبنات بتحبها قوي قوي، وانا من ضمنهم بجد. هي كمان بتحب التمثيل قوي، انتي مواهب ما شاء الله كتير والله من بعد ما عندي. ولسه كمان كانت عامله روايه خطيره، فاحكي لنا بقى، احكي لنا انتي بداتي ايه اصلا من الاول خالص، والستبس كده ايه الاخبار، قول لنا. بصي، بالنسبه للكتابه فمن وانا صغيره بحبها، اوكي، وكنت بقعد اعمل روايات محدش بيقراها غيري، ماشي. وبعد كده دخلت اعلام عشان انا حابه عامه الفيلد ده، انا كنت حابه ادخل حاجه يعني تكون تمثيل، أوكي. بس انا من اسكندريه، فحاولت اللي هو اعمل يعني اي حاجه قريبه من حلمي، فدخلت اعلام، أوكي. اعلام يعني برايفت، مش اعلام القاهره، ماشي. وهناك بقى درست كتابه سيناريو واخراج وتمثيل كل حاجه، شاطره يعني. برافو عليكي. بس وبعدين لما يعني لما اتخرجت بالصدفه جدا بدات كونتنت، يعني طول عمري بعمل كونتنت ما بين صحابي كده، بس بدات اعمل فيديوز وكده، ومع الوقت يعني ابتدت تتشهر واحده واحده يعني. لا انت بتعملي فيديوز حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان كمان كنزي مش مجرد اللي هو بتعمل فيديوز عاديه، لا هي بتعمل فيديوز توعيه، بتسلط الضوء على مشاكل البنت بتواجهها، مشاكل بجد الفيديو بيأثر قوي قوي فيا، اللي هو انا لما بتفرج عليه بقول اه بجد صح، ايه ده، هي ازاي عندها حق في الحاجه دي. عن مثلا التنمر، انت عملتي فيديوز عن التنمر، عن التريقه، ان ما حدش يتريق على حد، فانا فخوره بيكي يعني لما بتفرج على الفيديوز بتاعتك، بجد والله العظيم شطوره قوي. عندها ما شاء الله شعبيه كبيره قوي من البنات، قريبه من البنات كده، ما فيش اي تكلف خالص، حتى بيقول لها بنت خالتنا، كنزي بنت خالتنا، بتكسف والله. طيب قولي لنا بقى، لما كتبتي الروايه بتاعتك، ايه الفيدباك اللي جالك؟ بصي، يعني اي حاجه كان فيها تنمر او كده، ده كان قبل حتى ما ابلش الروايه، اوكي. يعني اول ما قلت انا هعمل روايه كان في دعم كبير قوي، ماشي. من اوريدي الفان بيز بتاعتي هم يعني ناس بجد بوزيتيف قوي، ناس داعمه، فكان اوريدي في دعم كبير ان هم عارفين ان انا بحب الكتابه. وبعدين في فئه معينه كده تبقى فئه متنمره على اي بني ادم كده كده طبعا، خدوا الروايه من غير ما يقروها، حتى حكموا ان هي وحشه، اوكي. وبعدين لما نزلت الروايه مسكوا في نص صفحه وقعدوا بقى يحكموا من نص صفحه، الروايه 230 صفحه يعني. بس المهم لما الناس بدات تقراها وبدات تبقى في ايد الناس، يعني كان كل الكومنتس بوزيتيف قوي، حتى لو في نقد بيبقى نقد بناء، وبجد بيبقى حلو قوي. فردود الفعل اللي بتحصل الايام دي بجد عوضتني عن اي حاجه شفتها. الحمد لله. بجد انا دايما بقعد اقول ان اوعوا تركزوا في الناس السلبيه، الناس اللي هي بتدي كومنتس وحشه وخلاص، للاسف بيبقى في جزء كبير قوي منها للاسف الشديد غيره، اللي هو انا مثلا عايزه احقق حاجه ما عرفتش احققها، اشوف الناس اللي حققتها واروح اتريق عليهم. دي حقيقة.
فعشان كده اوعي تاخدي كلام الناس طبعا. انت ما شاء الله شاطره وناجحه وقدرتي ان انت تعملي روايه تكسري بيها الدنيا. معايا روايه خاصه اهداء خاص من كنزي، فدي حاجه اصلا مفرحاني قوي. فبجد شطوره. طيب غير بقى الكتابه والحاجات دي كلها، انت كونتنت كرييتر جامده قوي، ربنا يخليكي، وسافرتي بلاد كتير وعملتي حاجات كتير على قد. طب قولي لي سافرتي فين بقى؟ لا حاجات والله قليله يعني، رحت الكويت ودبي كذا مره والاردن ولبنان، حبيتهم قوي. حلوه قوي. ايه رايك في اكل لبنان؟ حلوه قوي، هم كلهم حلوين بجد. انا بجد اتعلقت بيهم قوي هناك، وحاسه ان انا ميد فاميلي. أوكي. لان انا لما بروح بلد بقول على الستوريز ان انا عايز اشوفكم النهارده، فبتعرف على الناس اوكي من اللي متابعيني. فروحت بقى اتعرفت في لبنان على صحاب حلوين قوي، والله حلو قوي، عايزه ارجع لهم. يعني لو هنرجع لهم فانا كمان هاجي معاكي، عشان لبنان البلد جميله قوي جداً. حتى الناس اللي بتشتغل هناك كلها بوزيتيف ولذيذه، وغير كده اكلهم طب كل حاجه فيهم حلوه بجد. اكلهم حلو ازاي؟ اكلهم رهيب. طيب انت دلوقتي كنزي مخطوبه، وان شاء الله هي العروسه القادمه بقى يا رب. قولي لي بقى، بتعرفي تطبخي؟ لا استني شرق. قولي لي بقى، ايه نظامك في المطبخ؟ بتعرفي تعملي ايه في المطبخ؟ لا انا فاشله قوي في المطبخ، وهو فراس عارف، فهو مسامحني اوريدي يعني. بجد؟ انا هتعلم اطبخ عشان انا بحبه وعايزه اكله واغذيه وكده. بس يعني انا ككنزي حاليا مش، بس والله يعني انا ما بحط حاجه في دماغي. بس انا بطبخ حاجات غريبه جدا، فاهمه؟ ايه زي ايه بقى؟ يعني بعمل مثلا، لما انا كنت ممنوع ان انا اكل كارب، فقمت عامله برغل، عارفه البرغل؟ اه طبعا عارفاه. قمت عاملاه وبحط عليه جبنه فيتا ومش عارفه كذا حاجه كده، ومشروم عشان يبقى هيلثي. ايه ده، الله، بياكل الهبل ده غيري، انا مخترعاه. بس والله لما بيدوقوه بيعجبهم. وبعرف اعمل باستا الفريدو، دي بعملها خطيره بس كده. طب هما الشطور، هما في ايه؟ راح اعمل له وجبتين. يعني مفيش حد بيبدا يدخل المطبخ وبيبقى بيعرف يعمل كل حاجه؟ هو بيعرف يطبخ بجد. طب حلو ان في بالانس، لازم حد فيكم بيحب المطبخ. احكي لك اول مره اطبخ له كان حصل ايه. أحكي كان اسمه ايه ده، كان في رمضان. أوكي. وكان ايام الكورونا، فاوريدي انا قاعده في البيت زهقانه قوي. اوكي. فقلت ايه، هو كان اول سنه يجي لنا يعني في البيت وكده، وعيلتي جايين. فالمهم اسمه ايه ده، قلت اعمل لهم باستا. ماشي، مع ان اصلا ماما طبخه حاجات كتير قوي، محشي ومش عارفه ايه، بس انا قلت ايه، كنت صاحيه الساعه 12 قلت اقعد اعمل باستا. اوكي. المهم قررت اعمل افريدو، كان بجد ريحتها حلوه قوي، انا صايمه بقى فمش عارفه بيه، بس كان ريحتها حلوه قوي بجد. المهم رحت بعديها قلت اجود، فقلت ادخلها فرن، فقمت حاطه عليها موتزاريلا بس، وهي خلاص بقى اوريدي فيها صوص خفيف، حاطه عليها موتزاريلا فنشفت. انا ما اعرفش بقى ان هي نشفت، ما دقتهاش. المهم بقى ايه، على السفره بقى وكده، بقطع له بقى وبحط كل عيلتي. متخيله رياكشنك؟ عشان هو اول واحد، يعني هو اول واحد حطيته عشان انا بحبه يعني. اوكي. المهم ايه، هو اول واحد دقها، يعني تسلق ايديكي، فاهمه؟ كان شكلي سعيد عادي. المهم بقطع بقى البنات خلفي، فلقيت سكتوا، واحده بتوش الشتايم طلعت ده بلاستيك. يا لهوي. بس هو كلها كلها، وبعد كده طلع ان هي فعلا بلاستيك، ما كنتش عارفه الموضوع ده. يعني ايه بلاستيك؟ يعني بقت شوي كده، اللي هو ممكن تخبطي بيها حد. يعني لما بياكلوها بتعمل تشخ تشخ كده، فاهمه؟ قرمشت من كتر ما اتحطت في الفرن، قرمشت؟ قددت. اوكي. يعني طب هو اكلها وما عملش حاجه؟ ولما قلت له ايه ده، دقتها فاتخضيت، فقلت له ايه ده، فقال لي ما تاخديش بالك. وساعتها عرفت بقى ان هو بيحبني. طب والله يعني بجد هو كويس. عايزه اقول لك ان انا لو عمرو واول يوم، يعني انا من ايام الخطوبه، لو كنت عملت حاجه وحشه قدام اي حد يقول لي وحشه قوي اللي انت عملتيه ده، طب ليه؟ طب ممكن تجاملني قدام الناس شويه. ده ماما قوي. باباكي؟ ماما. لا بابا من النوع برضه اللي ممكن يجاملني. طنط ايمان اللي بموت فيها، حبيبه قلبي، بجد انا بحبها حب. هي بتحبك قوي والله بجد. هي جميله وانا بجد يا ريتها كانت جت معاكي النهارده والله العظيم. انا قاعده كنت اطبخ مكاني. يعني يا ريت، انا طبعا ما ينفعش اطبخ جنبها اصلا، يعني ما ينفعش. لا والله بقت بتكسل تطبخ، احنا ما بنشوفهاش دخلت المطبخ. على فكره هقول لك على حاجه، الامهات خلاص بجد انا بقيت بعذرهم، اللي هو يعني انت بتطبخي بقالك سنين كتير قوي، فكفايه بقى ارتاحي شويه.
اصلا كده كده هي بتطبخ مبقاش فيه غيري وانا وهي، لان بابا مسافر واخويا اتجوز، هو اي نعم عايش عندنا 24 ساعه زي انا اتجوزت وعايشه عند ماما بالظبط، بس انا ما باكلش برده من البيت، فهي مفيش بوينت تاني تطبخ لها خالص. اوكي ايوه خلاص بتبقى بتعمل حاجات بسيطه بقى يعني على قدها هي. طب بصي خليني كده ابيت يو واقول لك انا بعمل ايه. انا دلوقتي احنا بنعمل كوسه بشاميل. اوكي ففي طاسه حطيت زيت وبصل والكوسه، بشوحهم كويس قوي مع بعض وهنزل كده شويه ميه مش كتير، احنا عايزينها مش تستوي 100% طبعا، اللي هو ايه تبقى نص سوا كده. ده بالنسبه للكوسه. بالنسبه بقى الميه سوري الرز، الرز اهو خلاص احنا حطيناه على النار هيستوي مع نفسه. هنبدا دلوقتي نعمل اللحمه المفرومه والبشاميل. يلا ماشي. طيب احكي لي بقى، اكيد اي كونتنت كرييتر عنده عدد فولورز كبير، انت عندك دلوقتي 3 مليون 3 مليون و 400 3 مليون و 400 400 اهم من 3 مليون بالظبط. قولي لي الكومنتس السلبيه، ايه الحاجات اللي بتواجهك اللي هو بره بقى الناس اللذيذه الكلام ده، ايه الحاجات اللي بتضايقك؟ بصي انا اكتشفت ان في فئه معينه من الناس وايدج معين بيبقى قاعد بيعملش حاجه غير ان هو بيهاجم كل الناس، يعني بيبقى المشكله مش فيا انا، لان هو بيبقى صفحه الشخص ده عليها تريقه على الممثلين وكونتنت كريترز وكلام وحش قوي على يعني على ولا حاجه. طب هو مجرد هو الشخص ده انا ما بطيقش الشخصيه دي، فاهم؟ في الاول كنت باخد الموضوع ده بيرسونال قوي، اللي هو ببقى عايزه اوضح لهم لا انا ما بعملش كده، او لا دي مش شخصيتي، او لان هو بيقول عليكي كلام، يعني انت بتلاقي بيقول عليكي حاجات اللي هو دي كانت مش عارفه في المدرسه بتتنمر على اصحابها، دي انا سمعت ان هي مش... اللي هو انا العكس خالص، فاهم؟ ايوه انا اللي كانوا بيتنمروا عليا، اللي هو اشاعات مالهاش اي لازمه، اشاعات بالظبط، هم مصدقين. فاكتشفت ان هو انت مش عارفه تغيري وجهه النظر، يعني انا سمعت من الايام اللي فاتت كده مقوله عجبتني، اللي هو بيقول لك اللي بيحبك هيشوف ما فاكش عيب، واللي ما يعرفكش مش هيبقى مهتم بيك، واللي بيكرهك هيشوف فيك عيوب لو انت ايه. دي حقيقه صح. بالظبط. موضوع بس ان انت لا في ناس كمان اصلا اللي هو لما تيجي تكتب لي كومنت سلبي وتيجي انت تردي بقى فيقول لك انت متضايقه ليه، انت فاتحه الاكونت بتاعك يبقى تتقبلي اي كلام كده. اولا عشان فاتحه الاكونت بتاعي اتقبل اي حد يقول لي اي حاجه وحشه في الشارع بالظبط، حاجه في حاجه بتضايق طبعا، حاجه بتضايق قوي. طب مثلا بحس ان هو الدكتور عنده زباين، ينفع الزباين يخش يشتموه؟ بالظبط. ولو قال حاجه يقولوا له ما انت اللي فاتح العياده بتاعتك. ما اعرفش ليه يعني. وانا اصلا دلوقتي بقيت احس كمان ان الكونتنت كرييترز خلاص دي بقت حاجه اساسيه موجوده. يعني زمان انت اول اكيد ما بدأت، انت بداتي مثلا من قد ايه؟ مش كتير يعني، بقالي 3 سنين او حاجه. حاسه برضو من 3 سنين كان الموضوع لسه مش منتشر قوي زي دلوقتي. دلوقتي ناس كتير قوي بقت كونتنت كرييترز، ف حاسه ان خلاص بقى موضوع ان انت فاتحه الاكونت ومتقبله تسمعي كلام وحش، الموضوع ده خلاص قدم قوي. بس والله ما قدمش، ان هم الممثلين لسه بيحصل لهم اسوء من كده بكتير. طبعا يعني الممثلين ولاعيبه الكوره اللي هو لو جاب ماتش حلو هو اجمد واحد، ولو عمل واحد بيقلبوا عليه في لحظه ومش بس قلب، ده اللي هو بيقوموا داخلين في عيلته وفي كل حاجه. الناس ما بتسيبش حد في حاله. دي حقيقه بجد. طب بمناسبه بقى ان احنا قلنا الممثلين وكده، انا سمعت انت بتحبي التمثيل قوي جدا. ايه اللي خلاكي يعني، ايه اللي طلع في دماغك موضوع التمثيل ده؟ بصي من وانا عندي مثلا 3 سنين وانا دخلت مش فاكره فيلم ايه في السينما تقريبا كان حاجه اللي هو اسعاف 55 اسعاف اللي كان بتاع محمد سعد. اوكي عارفاه طبعا. حلو. المهم ده كان اول فيلم ادخله، كان عندي بتاع 3 4 سنين. اوكي. فدخلت الفيلم وبعدين تقمصت شخصيه وفاء اللي هي غدا عادل، بقيت اللي هو انا دكتوره وفاء، فاهمه؟ اللي هو بقيت بتقمصه شخصيتها. وبعدين لقيت كل ما بدخل فيلم يعجبني بتقمص شخصيه الابطال بتوعه. بس وبعدين لقيت ان هو وانا بكبر كده حسيت ان انا مكاني هيبقى في السينما، انا مش هقدر اشتغل حاجه ثانيه. اوكي. انا بحب ان انا ابقى بارت من حاجه انا بحبها، وانا ما بحبش في حياتي قد الافلام. اوكي. بحب الفيلم واركز مش بس في القصه، اركز في اللايتنج، في التمثيل، في الاخراج. فهو عامه منظومه الفيلم ميكنج دي بالنسبه لي
that's heaven يعني ده المكان اللي انا عايزه ابقى فيه. بس طبعا بقى ما تتخيليش نفسك اللي هو قاعده بقى على مكتب وبتشتغلي شغل روتيني كل لا يوم. لا انا بجد بحمد ربنا اللي هو اداني فرصه ان انا ابقى كونتنت كريتور لان انا طلعت شويه من الكبت بتاع التمثيل. انا يعني بمثل في الفيديوهات بتاعتي. انت بتمثلي فعلا دي حقيقه. بدي دراما وبدي كل حاجه. ايوه بجد برافو يعني عليكي. حتى والله لما بعمل مثلا كاستنج او كده بيقولوا لي انت اخده ورش وانت مش عارفه ايه اكسبيرينس, اقول لهم لا ده كله مع نفسي كده. فاخدت اكسبيرينس واتجرأت وبقيت بعرف قدام الكاميرا اتكلم. بقيت كنت بكسف قوي زمان, يا لهوي كنت بطلع في الاذاعه بتاعت المدرسه كنت زي بتترعش اللي هو كانوا بيمسكوا لي الورقه من كتر ما انا اذاعه المدرسه عادي. فان انا قاعده دلوقتي كده بقعد قدام الكاميرا دي حاجه طبعا انجاز كبير. فده بسبب ان انا خدت على على الكاميرا, خدت على التمثيل, خدت على الاضواء. طب والله برافو عليكي. انت عارفه ان انا كنت بتكسف بطريقه انت اكيد عارفه. انت عارفاني اصلا يعني انا وكنزي عارفين بعض شخصيا من غير بقى الشغل والحاجات دي. جميله حبيبتي والله. فانت عارفه بتكسف بطريقه رهيبه. بس يعني لو شفتي فيديوهاتي اول ما بدات صوتي واطي وبتكلم بالراحه ومش عارفه ارتب كلامي. فانت عندك حق, الكاميرا بتخليكي لا خلاص بتاخدي وتدي بتعرفي ان انت طيب بصي بقى يا ستي, احنا دلوقتي عشان كنزي احنا قلنا العروسه المستقبليه فلازم تتعلمي مني. معلش بصي بقى, احنا دلوقتي عصرنا اللحمه حطينا البصل واللحمه المفرومه قلبناهم كويس قوي مع بعض, وبعد كده دلوقتي حطيت الصلصه كده تقريبا خلاص اللحمه خلصت. انا بحب قوي اللحمه المفرومه قبل ما تحط في الحاجه بس رقاها من ماما. بتحبي بجد؟ ماما تشيلي طبق كده قبل ما تحطه في المكرونه. طب بقول لك, بتحبي كفته الرز؟ جدا. كنت متاكده عشان اكيد كنت بتسرقي كفته. بسرقها ما تطلع بس من بحبها في الصلصه برضه. بتحبيها في الصلصه؟ انا بحب كفته الرز دي بشكل فيها كل حاجه الصراحه. هي حلوه قوي, اكله مختلفه كده. فكريني اعملها لكم في حلقه من الحلقات. اكله لذيذه قوي. شيلي طبق. طيب دلوقتي خلاص اللحمه كده اتعصبت وخلصت. الكوسه علشان ما نحطهاش يعني نيه هي يعتبر خلاص كده ايه بقت نص سوا, فهشيلها خلاص من على النار وهبدا احط مكانها البشاميل. انت كده يعني استفدتي مني شويه في الاكل ولا؟ مش قوي. لا والله انت مبسطه الدنيا. بحاول على قد ما اقدر. فكره كمان ان انت مش لازم عشان تعملي اكله تكلمي السوبر ماركت تجيبي مليون حاجه. اعملي بالحاجه اللي عندك. دي حقيقه عادي. دي احلى حاجه. مش لازم تقدري نفسك. لو كنت ادخل اشوف الوصفه اللي هو هاتي كذا وكذا وكذا لو خلاص هاتي. لا وبيقول لك بقى احنا هنعمل النهارده وصفه سهله جدا. هاتي حاجات انت لو كلمتي عندك في بيقول لك حاجات عندك في الثلاجه. ده هي مش عارفه جبنه مش عارفه ايه اللي هو ما اعرفش اجيبها منين بالظبط كده. فيصعبوا الدنيا على الناس. فلا دي حاجه رخمه قوي. طيب انت دلوقتي لو تعرض عليكي مثلا بما انك بقى عايز تخشي في التمثيل وكده, لو تعرض عليكي دور حياتك هيبقى ايه؟ يعني ايه الشخصيه اللي انت عايزه تمثليها نفسك تمثليها؟ نفسي امثل شخصيه تكون حاجه قديمه مثلا ايام ثوره 19 اشكال كده والجن ده اشكي حتى البوسترز بتاعته وبتاع. عايزه امثل حاجه في الفتره دي. انا بحب الفتره دي وعايزه ارجع لها. وبحب الفتره اللي هو مصر كلها كانت بتصور على على الظلم وكده. فحابه ان انا اكون في حاجه زي كده, حاجات كمان تيديكيت بيبل وتخليني احب مصر اكتر يعني تعلمهم يشوفوا مصر زمان بالظبط ازاي الناس عملوا ايه عشان الارض دي. ايوه صح. ان هم يعني بجد الحاجات دي بتاثر فيهم يعني لما شافوا كيرا والجن طلعوا الجيل الصغير. ايه ده مصر جميله قوي, ده احنا عملنا احنا سوينا. انا حبيت اصلا الفيلم قوي. ناس ماتوا قد كده عشان الشخصيات دي حقيقيه. صح. فجامد. حاسه دلوقتي كمان مع تطور التكنولوجي وكده الناس محتاجه تشوف التاريخ ده بس بشكل مصور. بالزبط. مش اللي هو قرايه يعني. حاسه ان هو التلفزيون او السوشيال ميديا. عايزه اقول لك حتى القرايه المعموله صح يعني مثلا الفيلم ده بيزد على الروايه بتاعت 1919 بتاعت احمد مراد. طبعا قريتها. الروايه كانت خطيره. طبعا الروايه كانت حلوه قوي مع انها كانت كبيره بس انا استمتعت بكل لحظه. بالزبط. انا مع جدا بصراحه ان الناس يعني ترجع تقرا تاني. دلوقتي انت عارفه السوشيال ميديا الناس بقت بتزهق اللي هو لو اعلان 3 ثواني لا انا عايزه اقلب. بقت بتزهق قوي. القرايه ليها كده حلاوتها وليها جمالها. انا فاكره كذا روايه كنت بقراهم زمان يعني روايه هيبتا دي انا قريتها قبل ما ادخل الفيلم. كنت مستمتعه بكل ثانيه فيها بجد. بالظبط. وانت عارفه
بلوت تويست بقى وعارفه كل حاجه، عارفه كل حاجه وانت عايشه بخيالك مش شايفه حاجه قدامك. بتبقى صعبه الصراحه على الكاتب قوي لما الفيلم يتحول، لما الروايه تحول فيلم، لان اوريدي الجمهور تخيله، كل واحد تخيل البيت ده بشكل بالظبط، تخيل الشخص ده بشكل، فمش هتلاقي حد راضي خالص. هتلاقي ناس اللي هو ايه ده، انا مش عايز شخصيتي تبقى كده. أيوة. انا مش عايز البيت ده يبقى كده. انا فهمتك، كنت متخيله حاجات كتير قوي وطلعت مش زي ما انا متخيلها. بالظبط، بس كل حاجه ليها حلاوتها. ايوه يعني ده حل اصلا، برضو المخرج لازم يغير شويه في من الروايه لاسباب كتيره، غير ان المشاهد اللي قرا الروايه حس باختلاف، وبرضو عشان في حاجات بتبقى مناسبه في الروايه مش مناسبه في الفيلم يعني. ايوه صح، عندك حق. طيب دلوقتي احنا يعني هنسيب كده كل حاجه تستوي مع بعض شويه، وهنطلع فاصل وهرجع لكم تاني، بس مش هنرجع وكنزي قاعده، كنزي هتقوم بقى عشان تساعدني بعد الفاصل ونعمل مع بعض حاجه حلوه لذيذه قوي، فما تروحش في اي مكان واستنونا، هنروح فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم من الفاصل وقومت كنزي، قومت عامل معايا حاجات، ربنا يستر، بس عشان قلت تطردني من المطبخ ده عشان ببوظ الحاجه. لا لا، ما انا عايزاكي بقى تقفي معايا في المطبخ ماشي، علشان نتعلم شويه حاجات كده. خلاص، بس انت تعملي حاجات بسيطه يعني. ماشي ماشي. بصي بقى يا ستي، احنا قلنا ان احنا هناكل حاجه حلوه بعد الفطار، حاجه تبقى صحيه. ماشي، فاحنا عندنا طبق بوله كبيره كده، بصي بقى البوله دي ممكن بقى نعمل فيها نحط فيها الفاكهه. أوكي. ونحط عليها الزبادي كده نقلبهم مع بعض. سهله ماشي، اقدر اديكي معلقه. اعمل كده دلوقتي؟ اعملي كده براحتك خالص. يلا بينا. ممكن تلبسي، ممكن اديكي كمان جلافز عشان تتعاملي براحتك اكتر. ميرسي. انت بقى لازم تحبي المطبخ علشان مش عايزه اصدمك انك حتى لو فراس بيحب المطبخ وكده، بس انت هتضطري تعملي الاكل. ما هو قال لي في مره، قلت له انت تطبخ بقى لي احنا الاثنين. ما بالظبط يعني، هو خلاص انت ما ينفعش تطبخ وانا اقعد اشجعك في المطبخ. والله يا ريت يعني، يا ريت الرجاله كلها تطبخ واحنا نقعد نتفرج عليهم. بالظبط. طيب دلوقتي خلاص الكوسه اتظبطت معايا واللحمه خلاص خلصت، فهنعمل ايه بقى؟ هشيل اللحمه المفرومه واحط حله بدلها علشان اعمل البشاميل. احط الحاجة؟ حطي بقى، قولي بقى انت هتحطي ايه، وريني بقى شطارتك. برتقال. احط تفاح، اصل هما مش عارفين ده تفاح. بشرح. بحاول اقلدك. مقادير مقادير عشان الناس تبقى عارفة المقادير. ايوه بالظبط. وبعد كده كيوي. شطورة شطورة الكيوي. بنتنا شطورة، ما حدش يقول عليها مش شطورة يا طنط ايمان لو سمحتي. كنزي شطورة جدا. وفراولة. واستني الموز عايزين نقطعه. هاتي، ممكن اساعدك؟ لا عايز، مش الدرجه دي. اديكي سكينه بقى. خلي بالك ما تعوريش نفسك. لا مش الدرجه دي. خلي بالك. ماما لحد من ماما لحد من قريب قوي كانت بتقولي منها خلي بالك، عايزه اقول لها ماما انا متجوزه ومخلفه. لا ماما بتخاف من السكينه، ما اعرفش عامله لهم عقده. عامله لهم. ايوه فعلا بالظبط. طيب قطع على دي عادي صح؟ ايه؟ قطع على دي؟ عادي ماشي. كده كده كل ده نضيف. ماشي. ممكن اساعدك برضو واشيل معاكي. طيب قولي لي بقى، بتجيلك منين الافكار بتاعه الكونتنت؟ يعني انت دلوقتي بلاقيكي عامله كونتنت حاجات افكار حلوه قوي، افكار توعيه رهيبه. للاكتئاب. ازاي نقضي على الاكتئاب؟ بتجيلك منين الافكار دي؟ لوحدك 100%؟ بس هي بتبقى مستوحاه من مشاكل الناس. يعني انا مثلا مريت باكتئاب ووسواس قهري، لكن ما مريتش بقيه الحاجات اللي انا عملتها. أوكي. ده بيبقى ايه؟ ان انا بسمع اكسبيرينس الناس وهما بيحكوا قدامي. ببقى عايزه اعرف اكتر. طب انت بتحسي بايه وانت عندك مثلا بانيك اتاك، وانت عندك مش عارفه ايه؟ فبيست بقى اللي هما بيحسوه بنقل الاحساس في الفيديو. يعني انا مثلا ما تعرضتش لتحرش او عنف منزلي او كده، بس بعرف يعني ابورتري الموضوع حلو. لان انا يعني بتقمص، زي ما قلت لك انا انسان بتقمص الحاجه. أيوة. زي ما بتقمص الافلام بتقمص احساس الشخص ده عامل ازاي. بس ف لا بصراحه برافو عليكي. يعني في فيديوز كتير قوي بشوفها الكنزي اللي هو بتتكلم عن زي ما هي قالت دلوقتي التحرش. ازاي البنت اللي بيحصل لها كده دي بتبقى حاسه بايه، بتبقى عامله ازاي؟ طبعا انت من المشاكل اللي البنات بتبعتهم لك، بالتالي انت بتبقي خلاص عارفه احساسها. بالظبط. والمشاكل برضو اللي يعني اللي المجتمع بيمر بيها الفتره دي، يعني لو مثلا مشكله التحرش منتشره الفتره دي بعمل التوعيه، فاهم؟ يعني هو زي المفروض بحس السينما او الارت عامه المفروض ان هو يواكب اللي الانسان حاسس بيه.
اوكي ايوه صح. حسب المجتمع يعني حاسس بايه او بيمر بايه الفتره، زي مثلا ايام الكورونا كان كل المحتوى عن كورونا فاهمه. بس احط الاشياء دي بصي او خلي العسل في الاخر خالص ماشي. ممكن تحطي فانيليا. اوكي وانا دلوقتي بعمل البشاميل بتاع كوسه، الكوسه بالبشاميل حطيت الزبده على النار وهحط الدقيق علشان يستوي مع بعض كده، وبعد كده هحط اللبن والكريمه وخلص كده البشاميل خلص، ونحط كله بقى في صينيه واحده. طب قولي لي بقى بما اننا في رمضان، فايه العادات والتقاليد اللي بتحبي تعمليها؟ يعني انت بتحبي مثلا الخروج في رمضان والخيمه الرمضانيه كده، ولا بتحبي القعده في البيت؟ لا ما بحبش الصراحه الخيمه الرمضانيه والفايبس دي. أوكي. انا بحب القعده في البيت، بحب وسط العيله. بحب لو هنخرج في مكان نتسحر كلنا كعيله، مش فاهمه حسيت ان اخر سنتين ثلاثه لو تاخدي بالك موضوع اوفر قوي، في ستريس صح. أوه. اللي هو لازم تلبسي احلى عبايه، لازم احلى كفتان، احلى كفتان واحلى واغلى كفتان واحلى رمضان نايت ومش عارفه ايه، فتحسي بريشر. يعني انا اخر فتره بدات الصراحه منه ان انا اقلل من الحاجات اللي بتحسسني بضغط بسبب المجتمع. أوكي. يعني مثلا كان في فتره انا اللي هو لازم اخرج، لازم اروح كل الايفنتس، لازم مش عارفه ايه، لقيت لا انا بستريس ومش ببقى مبسوطه، فاروح الحاجه اللي تبسطني بس. ايوه صح. فانا عايزه رمضان اللي فاتت اي ستريسد قوي، اللي هو لازم اجيب 15 كفتان، لازم مش عارفه ايه، لازم تحضري كل رمضان نايت، كل رمضان نايت بسافر من اسكندريه كل يوم. اوكي علشان رمضان نايت بقى قاعدين كلنا كده ما حدش فينا طايق قاعدين، لازم كلنا نبقى موجودين. بالظبط. فلا يعني مش هعمل كده تاني. لا بس شاطره، دي فكره اصلا كويسه، مش بس على رمضان، على كل عموما ان انت تدوري على الحاجات اللي بتضغطك وتبعدي عنها. صح. كناس بقى يعني في ناس اكيد في حياتنا كلنا بيضغطونا نفسيا، وتلاقي ان انت مجبره تتعاملي. لا صح. مش مجبره، مفيش حاجه انت مجبره عليها. انا نفسي برضو يعني التينز برضو المراهقين يبقوا مثلا، ساعات احنا كنا دايما بنحس بضغط انا اروح خروجه مش مبسوطه فيها علشان مفيش حاجه تفوتني، اروح اعمل حاجه انا مش حباها علشان ابان ان انا كول زيهم. ايوه صح. فالموضوع ده اصلا كنت دايما بعمل كده، فحابه ان انا اغير الموضوع ده شويه. لا صح. وانت اكيد برضو لما بتتكلمي مع البنات عندك على السوشيال ميديا اكيد بتوعيهم في الحته دي، اللي هو اعملوا اللي يريحكم، ما تضغطوش نفسكم. صح. فالمسجز اللي بتوصليها بصراحه بتبقى مهمه قوي ومفيده، لانك بيتابعك كمان اعمار مختلفه من البنات. بالظبط. فالبنات الصغيره بتتاثر قوي قوي كمان بيكي. فبرافو عليك ان انت طول الوقت كده بتابديت معاهم كل المشاعر بتحس بيها. فكره ان طبعا هم شايفين انفلونسرز بيتكلموا على مليون منتج طول الوقت، فاللي هو انا وحشه كده ان انا ما عنديش حاجات كتير. بالظبط. فبرافو عليكي. انا قعدت فتره والله، عشان جالي فتره انا كنت عندي هوس بان انا اشتري ميك اب. وبعدين قمت رحت قلت يا جماعه انا الحاجات دي بقيت بشتريها لما انا بقيت كبرت وبقيت بعرف ان انا اجيب فلوس بنفسي، فانتوا ما تضغطوش على اهلكم. فلقيت كتير قوي دخلوا ايوه انا حاسه بكده، انا مش عارفه ايه انا. فلقيت فعلا هو لما تفكري الحاجات اللي كانت ضغطاكي وانت صغيره فاهمه، فبحس ان هو انا كاختهم الكبيره حابه ان انا ادي لهم حاجات خبرات ان انا كنت مكانهم. ايوه صح. لا برافو عليكي بصراحه. يعني انا في كميه البنات اللي بتبعت لي احنا حاسين بضغط، احنا ما عندناش كل اللبس اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. عايزه اقول لهم انتوا شايفين حاجه بيرفكت وهي ما فيش حاجه بيرفكت. صح. طبعا. البنات يعني طبيعي، انت اي حد في الدنيا بيطلع احسن ما عنده على السوشيال ميديا. طبعا. بالظبط. فلا ما حدش يتضغط، ما حدش يحس ان في حد احسن من حد. صح. كلنا بنات وكلنا كنا مرينا ان احنا كنا في الجامعه معانا مصروفنا اللي هو البسيط. بالظبط. فنو بريشر. يعني بيضغطوا اهلهم ساعات برضو اللي هو لا مش اللي هو بابا انا عايزه كذا وماما انا عايزه كذا. بالزبط. من غير ما يفكروا بقى ماما بابا بيتعبوا قد ايش يجيبوا الفلوس دي. بالظبط. فبرافو عليكي ان انت بتوصلي كلام مهم قوي للتين ايجرز بالذات، علشان هم في فتره اصلا بتبقى فتره ضغط نفسي دي حقيقة. طيب انت متابعه معايا الستبس اللي انا بعملها؟ ماشي. حطيتي دقيق وحطيتي لبن؟ ايوه. وحطيتي من ده ولا لا؟ حطيت شويه كريمه كده. هو مش لازم، بس الكريمه بتخلي طعم البشاميل. لا لازم تحط كريمه. طعم البشاميل بيبقى مختلف. عايزه اقول لك ان ماما السبب ان هي بتطردني من المطبخ. يعني هي على فكره ماما عكس الامهات، مش عايزاني اطبخ بجد. طب يعني ليه؟ ماما عايزه اروح اعمل كذا. لا في المطبخ بجد. انا فتره قعدت اتحايل عليها ان انا عايزه الف ورق العنب وتعلمته، وبقوم مديها ورقه العنب كانت قبره.
شكرا انك انت ما تساعدينيش تاني. والله بجد بتتنمرني في المطبخ فخلاص مش عارف. لا بصي هي بس ايه بتبقى انا حاسه بيها يعني انا مثلا دلوقتي لسه حمزه صغير قوي فلما يكبر او هو يعني او لو عندي بنوته انا ما صدقت ان انا روقت المطبخ ما تجيش انت بقى تبهدل لي الدنيا عشان يتعلم. مش لازم تتعلم خالص بعملها 50 حله عشان تعملي مكرونه بس كده. دي حقيقه. لا ما انا بقى ان شاء الله في الفقرات دي بتاعت في البرنامج بحاول على قد ما اقدر اسهل على البنات الطبخ. يعني كنت بتكلم مع البنات اللي هم سنه اولى جواز انك مش لازم عشان تعملي طبخه تعملي مليون حله. لا انت ممكن في اكلات تعمليها في حله واحده كلها على بعض. تشيلي من الصينيه دي الطاسه دي شيلي منها الكوسه حطي بدلها اللحمه شيلي اللحمه حطي بدلها البشاميل تبقي خلصتي بجد في طاسه واحده. طيب دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هحط الكوسه اول حاجه. الكوسه خلاص بتاعتي شبه استوت. انا بس هحطها في الفرن تاخد كده وش لذيذ عشان ما تقعدش كتير قوي. هحط الكوسه كده وهحط اللحمه اهو. طب قولي لي بقى بعد ما تخلصي يعني الحلقه معايا ايه الحاجه اللي ممكن تبقي عايزه تعلميها في المطبخ يعني تتحمسي لها شويه؟ عايزه اعمل محشي كرنب. اوكي انت بداتي بحاجه يعني صعبه صعوبه. فلوس بيحبه وانا بحبه بس فهو مش بترضى. لا لا ولا عايزه الف معاكي تقوم ماشي. طب انا بوجه رسالتي من هنا لطنط ايميل لو سمحتي خلي كنزي تلف ورق المحشي عشان دي صعبه قوي. هي لما تعلمت مش طايقه نفسها وهي بتعمل محشي فهي مش ناقصه. بصراحه انا محشي الكرنب يعني بيطلبوه مني بالاسم ماما ونورو كريم قوي. فاللي هو بعد اقول لهم طب ماشي انا بحبكم وكل حاجه بس انا مش قادره. انا مش فاهمه ازاي ما بيسربش وهو اصلا مش وهو مفتوح من الجنبين. انت بتجيبي الورقه وتحطي فيها الرز كده وتلفي كويس قوي 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 فانت لفها كويس خلاص مش هتطلع. ورق العنب لازم بس هي عشان قويه صح؟ صح. وعشان ورق العنب انت بتلفيها كده كده ايوه فبتبقى اوريدي متقفله صح. اصلا شفتي انا خبره. زي عايزه اقول لك ان انا جميلة. لسه كنت بقول في حلقه من الحلقات ان انا اتعلمت الاكل من ماما عن طريق الواتساب بجد كله عملت كل اتعلمت كل حاجه. شكلك جامده جدا انت عارفه انت بتعملي ايه وبتاع. يعني بحاول والله بحاول عشان في طفل كمان هيكبر ويدخل المدرسه. بتحبي الطبخ عامه؟ انا بحب الطبخ بصراحه بحبه وبحس كده ان انا عايزه افنن فيه. ايوه فبصراحه دي حاجه من الحاجات اللي بتشجعني عشان يعني انا مضطر لكن ايوه بالظبط. لكن انت حساكي انت في باشن. بصراحه ريحته حلوه قوي بجد. عايزه اصدمكم ان كنزي ما بتحبش الكوسه بالبشاميل بتقولي انا بكرهها. قالت كلهم بيحبوها قوي. انا بس نشوف بقى منوش هتغيري رايها. لا ان شاء الله هغير لك رايك والله بس ريحتها حلوه قوي. طب الحمد لله. بصي انا كده خلاص الكوسه بالبشاميل خلصت. حطي موتزاريلا تاني. احط موتزاريلا تاني. نكتر موتزاريلا قد ما نقدر. بحبها بتشد. الناس الصحيه ما تركزش خالص معانا علشان احنا ايه مقفورين بالافور. يعني حاجه بسيطه اهو كده خلاص. حته انا عارفه انت ايمان مش بتخليكي تخشي المطبخ. ايوه بخلصها حاجه تقولي طب انت ليه؟ لا حاجه جايباها قد كده خلصها. عرفت. طيب دلوقتي عشان طبعا وقت البرنامج ما بيكونش كبير قوي فانا اوريدي عملت لك صينيه ثانيه في الفرن. يلا بينا. كوسه بالبشاميل جاهزه. يلا. انا اللي عاملاها برده بس هحط دي في الفرن واجيب لك الثانيه. ماشي. احنا هنفتح الفرن كده اهو. بصي بقى شكلها عامل ازاي. الله شكلها حلو قوي. جامده. طيب اوكي. وهحط دي بقى بدلها. اوكي. وريني بقى انت عملت ايه في الفروت سالاد عشان انا كنت بعمل الاكل ومش مركزه. تحفه. حطيتي كل حاجه على بعض. ماشي. ممكن بقى نحط الايس كريم. هو صحيح مش يعني مش مشكله هو هيفضل ساقع برضه دي اهم حاجه. ماشي. اوكي. حلو قوي اداله شكل لذيذ. ممكن بقى نحط العسل كده من فوق الوش مثلا. ديكوريشنز بقى انا دايما بقول ان العين بتاكل قبل البق. فدايما نخلي كده طبقنا شكله لذيذ شكله حلو حتى بالذات في اطباق السلطه بحب كده اللي هو بقدونس عيش متحمص اي حاجه. ماشي. انا دلوقتي هغرف الرز. الرز خلاص استوى. هريك الرز بقى. طيب قولي لي انت بتقولي ان انت كنت قعدتي فتره قطع النشويات خالص صح؟ ليه بقى؟
مش نشويات، كنت قطع السكر أوكي. والنشويات كانت فتره قليله، بس على فكره النهارده قلت ان انا هبدا اقطع النشويات. بجد حسيتي ايه ده؟ انا حسيت فعلا والله. طب ليه بقى؟ اشمعنى؟ علشان انا من النوع المعتمده قوي على النشويات، انا بعشق المكرونه والبيتزا واي حاجه فيها كاربس. اوكي. فما بقعد بقى ايه تزعقلي وكده. بس هقول لك يعني انا اكتشفت ان هو لما بتقطعي الكاربس والسكر انت بتبطلي الجوعي. دي حقيقة يعني انت؟ انا كان قولي بالظبط. مش اللي هو انا كان عندي موضوع اللي هو بينج ايتنج، اللي هو باكل عشان مجرد اكل مش عشان جعان، ودايما عايزه اكل، اللي هو وانا باكل الغداء انا هتعشى ايه. ايوه. فلما بطلت السكر فتره، وبعدين برضو الكاربز بيبقى فيها سكر، بتحول لسكر. فعشان تبطلي 100% لازم تبطلي حتى الكاربز يعني. دي حقيقه صح. واصلا يعني كنت لسه بتكلم مع دكتور تغذيه، فكانت بتقول ان في ناس اول ما بتيجي تفطر في رمضان اول ما الاذان بيأذن بتروح تشرب خروب وتمر والحاجات دي مليانه سكر. فانت بما انك خلاص انت كده انت خبره فعارفه السكر ده بيخليكي طول اليوم جعانه بتقولي ما عايزه حاجات مسكره. فدي حاجه وحشه قوي. طيب طبق الرز بجد انت بتجمليه على فكره. والله العظيم ابدا تحفه. ده طبق الرز الابيض وده الكوسه بالبشاميل. كنزي عملت لنا طبق خطير، طبق فاكهه كده، طبق فاكهه اتعمل في البرنامج كله. طيب احنا ممكن نحط بقى في طبق التقديم. احنا طلعنا طبق ولا ما طلعناش؟ طلع دلوقتي طبق. بصي بقى معاكي معلقه ولا اجيب لك معلقه؟ لا حطيتها في ال، نجيب معلقه علشان نقدم بقى كده يبقى شكله لذيذ. يلا بينا. اتفضلي قدمي لنا ال، احط كله؟ مش لا هتكفي. لا لا ممكن تحطي بس كده حاجات بسيطه. اوكي. عشان شكلها يبقى لذيذ. طيب انت دلوقتي يعني بما اننا كونتنت كرييترز وبنعمل فيديوز وكده، قولي انت ايه اللي بيحمسك يخليكي تعملي فيديو؟ يعني انت دلوقتي عملتي فيديو. بتقعدي ايه الافكار اللي بتجيلك علشان تعملي فيديو تاني؟ يعني حماسك بيبدا ازاي؟ بصي يعني زي ما قلت لك ده شغف عندي، فانا كده كده يعني طول عمري بحب اطلعه في حاجه، يا اما اكتب مع نفسي كده يا اما عندي شغف يعني، فبيبقى شغفي. وبرده بارت جزء من الموضوع دعم الناس. اوكي. اللي هو لما حد يبعت لي الفيديو ده غير حياتي، الفيديو ده الفيديو ده، فببقى عايزه اللي هو اعمل تاني، انا عايزه الناس تتأثر تاني، تحب الموضوع يفيدها، لانه خصوصا حاجات اللي انا بتكلم فيها عن الصحة النفسية بتفرق مع ناس فوق ما تتخيلي. طبعا. يعني انا على فكرة من النوع اللي هو بتكسف اشوف الكومنتس الحلوة، فاهمة؟ اللي هو من بعيد لبعيد كده، بس لما اقابل الناس في الشارع محتاجة دي ماشي كلينكس. لما بتقابلي ناس في الشارع، ناس في الشارع ويقولي مثلا انا رحت اتعالجت بسببك، او امي تقولي انا عرفت ان بنتي الصغيرة عندها او سي دي وسواس قهري يعني فودتها بسببك. ما شاء الله. كتير قوي بيقولوا لي كده يوميا، يعني اي مكان همشي فيه هيقولوا لي كده. فالحاجه دي بتحسسني ان هو انا كنت محتاجه ناس زيهم وانا في الحاله دي. طبعا. الناس كمان بحس ان هي لما بتشوف فيديو بتحس ان هي ايه ده، انا ازاي انا الشخص ده عارف انا حاسه بايه؟ صح. ممكن يعني يقعدوا سنين حياتهم ما حدش حاسس بيهم. صح. اول ما بتعملي انت فيديو بتحسي ان هو في قرب كده. يعني هو اصلا جزء كبير قوي من العلاج ان انت تعرفي الحاجه اللي عندك. ايوه صح. فده حاجه. طيب بصي حطي بقى كده الرز الفروت سالاد جنب طبق الرز. أوكي. عشان يبقوا شكلهم حلو كده. سلام. انا مبسوطه بيكي قوي، فخوره قوي بيكي بصراحه. انا فخوره بيكي قوي والله. حبيبتي بجد كسرت الدنيا سوشيال ميديا وتلفزيون وكل حاجه. مبسوطه قوي ان انت مش مجرد يعني في كونتنت كريترز كتير قوي قوي موجودين، بس قليل قوي اللي بيبقوا شاطرين بيعرفوا يوصلوا للناس جوه احاسيسهم جوه مشاعرهم زي ما كنزي بتعمل، بتسلطي الضوء على حاجات مهمه قوي. طب ما تقولي لنا كده مثلا، تحرقي لنا شويه حاجات كده وتقولي لنا مثلا الفيديو اللي جاي هتتكلمي عن ايه، تعملي ايه مثلا؟ الفيديو اللي جاي هتكلم عن البانيك اتاكس اللي هي نوبات الهلع. الغضب. الهلع. اوكي. طب يعني قريتي عنها كتير؟ اوكي. حتى اصلا في الروايه هتلاقي البطل عنده بانيك اتاكس. فاضطريت اعرف هما بيحسوا بايه وادخل كده واسال صحابي اللي عندهم. على فكره الموضوع ده كومن فوق ما تتخيلي، مع اني مش حاسه ان انا سمعت عنه كتير، بس يمكن انت عشان بقى جات لك مسجز كتير. وبعدين انا بقيت مع فكره يعني بسبب عارفه اللي هو اسال مجرب ولا تسال طبيب، اللي هو انا لما بشوف الشخص ببقى عارفه هو عنده ايه. اوكي. يعني اكيد مش هشخص حد، بس لما بيروح لدكتور بيتشخص نفس الحاجه. انا بقيت بقرا كتير قوي على الموضوع واحب اعرف جوه دماغهم بيحسوا بايه،
فبقيت عارفه لو على فكره يعني انا فخوره بيكي وبجد ان شاء الله ان شاء الله ربنا بعد ان شاء الله ما تتجوزي لما تبقي عندك اطفال دي حاجه مهمه قوي انك تبقي قريتي عن حاجات كتير صح. وعن امراض كتير وكده فتبقي ان شاء الله طبعا ربنا يبعد عنهم وعن كل اطفالنا اي أمين. حاجه وحشه أمين. هتبقي عارفه ان لا ده عنده دلوقتي بدايه مثلا كذا بدايه على حاجه تتكلمي معاه وبحس ان احنا كمان بما انك مثقفه ما شاء الله وبتقري على طول كده حاجات كتير هتعيد الكلمه اولادك وتثقفيهم وتخليهم مش محتاجين يسمعوا من صحابهم يعني دي صح. مشكله برضو بتواجه انا هري الناس اللي حواليا كلهم تثقيف ما تقولي مش عايزه اسمع معلومه كل اللي حواليا دخلتي سيبوني لا 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 والله بجد برافو عليكي انا فخوره بيكي قوي فخوره ان عندنا كونتنت كرييترز مصريين بنات شاطره بالطريقه دي بتوصلي للناس بطريقه حلوه قوي فخوره بيكي كاتبه وشطوره وممثله صاعده وقادمه ان شاء الله انا متاكده بجد مبسوطه انك كنت معايا قوي نورتي المطبخ ونورتي الحلقه كلها ده نورك والله ورساله مش هنساها ان طنط ايمان خلي كنزي تقف في المطبخ تحشي عشان بالضبط. تبقى عروسه فظيعه اهم حاجه الكروم ان شاء الله بجد والله ان شاء الله انت نورتيني ده نورك يا يعني وان شاء الله ان شاء الله في الحلقات اللي جايه يبقى في ضيوف جمال قوي زي كنزي مدبولي ينوروني ويعرفوني حاجات كتير انا ما كنتش عارفاها واستنيني بقى في حلقه جايه كتير ان شاء الله هنعمل وصفات كتير مطبخ حاجات حلوه قوي حاجات مختلفه ونخرج شويه بره التقليد استنيني في الحلقه الجايه وميرسي قوي قوي يا كنز ميرسي يا